مشاهدينا متابعينا الكرام من إذن الخليل، اليوم بفقرتنا لكل حدا بخاف من الحيوانات أو الطيور يمكن تكون فرصته بالتغلب على هالخوف من خلال الألوان الجميلة اللي اليوم إحنا موجودين ضمنها وضمن أجواءها مع مربية هالطيور نشأة طميزي. اليوم بدنا نتعرف على هالهواية اللي أكيد امتدت معاه من سنوات لحتى نعرف كمان التفاصيل والدوافع اللي خلت نشأة لحتى يكون مربي لها الطيور بصورة كمان كبيرة وبصورة أكثر من رائعة. يسعد صباحك نشأة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك نشأة. بالبداية ما قبل ما نحكي عن هالطيور، إذا ما تعرفنا عليك وعرفنا المشاهدين ببطاقة تعريفية صغيرة عن نشأة، مين بيكون نشأة طميزي؟ أنا نشأة طلال طميزي من بلدة إذن الخليل. عشقت الطير من مصغري. السبب الأساسي اللي كان إنه كيف طير يحكي، هاي النقطة الأساسية اللي خلتني أدخل في هذا المجال، والحمد لله وصلت لك الأشياء مرضية والحمد لله الأشياء كبيرة جدا الحمد لله رب العالمين. طب نشأت يعني فعليا من أيمتى بلشت تربي هاي الطيور، وقد إيه كانت البداية ممكن صعبة بالنسبة لك أو ممكن كان فيها مجازفة، لأنه ما شاء الله عم بنشوف أصناف عديدة من هالطيور. أنا ربيت أول شيء كنت ربي الحب والأمور البسيطة والرخيصة، ما يقارب قبل 15 سنة تقريبا أول حبة أول ببغاء جبته اسمه جاكو أو ببغاء الأفريقي خلينا نحكيها. شريته ب 3000 شيكل، يوم شريته ب 3000 شيكل قلت الدنيا راحت، كان مبلغ أيامها. بس الحمد لله هلا بدفع ألوفات الألوفات والوضع طبيعي جدا. طب كونك حكيت عن الفلوس فعليا احنا بنعرف قديش ممكن يكون مكلف، يعني احنا حابين نعرف منك ايش المصاريف اللي ممكن تتكلف فيها انت كمربي لهالطيور، لانه عم بنشوف اعداد كبيره، بالاضافه انه ممكن السؤال يكون طيب ما دامك بتتكلف بكل هاي الاموال ايش هالشغف الكبير وايش هالحب الكبير اللي بخليك تتكلف مقابل انك تكون مربي لهذا الطير؟ هلا القصه وما فيها اني انا هاوي والبهوى الشغله بتطلعش على مصاريف، هاي نقطه. هلا لو تيجي تحكي لي شو بتدفع شهري للطير بحكي لك ما بعرف، بس اللي بعرفه مبلغ كبير. هاي هي يعني كل ما اطلع مشوار على محل طيور بعبي هالسياره اكل وبروح، بروح على محل المكسرات بدفع لي مبلغ وبروح. لكل حدا عم بيشاهدنا ممكن ويرغب بتربيه هاي الطيور، ايش اكثر الاشياء اللي ممكن او التفاصيل اللي لازم يكون مربي هالطيور هو ماخذها بعين الاعتبار او حاسب حسابها لحتى يتعامل مع هذا الطير وفعلا يكون خلينا نحكي معزز مدلل عند المربي له؟ هلا يمكن انت حطيت كم من سؤال في سؤال. هلا افضل طير ببغاء الافريقي، ببغاء هادي جدا متكلم، لو نحط في البيت بظل الوضع هادي يعني ما بيعمل فوضى. الطيور الكبيره زي هيك المكاه والامور هاي صعب جدا تنحط في البيت، صعب صعب، بدها مساحات وحدائق بعيده عشان صراخها واصواتها. نعم، طب يعني هل في بعض المشكلات او الصعوبات اللي بتواجهك بتربيتهم؟ هلا والله المشاكل هي اكثر، يمكن مشاكل زي حكيت اكثر من مره، هي مشاكل الاكل. هي الاكل مصروفها عالي جدا. وعندنا للأسف يعني يمكن ما في وكلاء يعني يوفرون هاي الأمور. الشغلة الثانية التكاثر البيطرية، هاي يعني مشكلة جدا جدا. نعم فعليا من بعد هاي التربية ممكن ومن بعد احتضان هذا المكان لتربية هاي الطيور، بصراحة قد ايه بتشوف انه في علاقة جدا لطيفة بتجمعك انت كنشأة كشخص مع هاي الطيور؟ والله علاقة قوية، في بعض الطيور إلها عندي عمر يعني إلها 12 13 سنة. لما أدخل عليهم الصبح عالم ثاني، سبحان الله سبحان الله، يعني اللي برحب فيك واللي بحكي لك السلام عليكم واللي بحكي لك صباح الخير عالم، سبحان الله. ما بتتعامل أصلا أنت مع حيوان، أنت بتتعامل مع إنسان. طيب يعني نصيحتك لأي حدا ممكن هو مقبل على تربية هاي الطيور، إيش ممكن في بعض النصائح اللي بتقدمها لإله لحتى يكون هو فعلا مربي جيد ومربي مناسب لهذه الأنواع من الطيور؟ أنا كثير بصلني اتصالات بيحكوا لي بدي ببغاء. طب شو هو نوع الببغاء؟ بدي ببغاء أي ببغاء ما بينفع، لازم هو الإنسان يعشق نوع معين، مثلا الأفريقي، المكاو، الجاكو، أي هاي الأمور عشان يدخل يحب هاي الهواية. نعم نشأة يعطيك ألف عافية، يعني إحنا كنا وإياكم مشاهدينا بهاي الصورة الأكثر من لطيفة واحتضان هاي الأنواع من الطيور اللي قد تبدو البعض منها مشاكسة نوعا ما، لكن بألوانها الجميلة وبأصنافها العديدة بتكونوا تعرفتوا على لمحة من قصص
فلسطينية تهوى تربية هذه الطيور. ويمكن نشأت حكى جملة مهمة جدا، إنه الهاوي للأشياء هو مستعد بأنه يتكلف ممكن كثير من التكاليف، وأيضا مستعد للتضحية في بعض الأمور مقابل إشباع هذا الشغف وهذه الهواية. هذه تحياتي هبة مصطفى والزميل براء عمر من إدنا الخليل، كنتم ويانا بهذه الفقرة الأكثر من رائعة ضمن برنامج صباح الخير.